يمكن يا كابتن انت كان عندك اكيد برضو مشكله بهذا القبيل، برضو عندك برضو هنا جايه من الاولمبياد ما لعبتش، عندك ساره معاك، مريم ومرو، يعني برضو عندك تفاوت سرعات، عملت ايه برضو؟ برضه هي فعلا نفس المشكله اللي قابلت الفريق الرجال، كانت برضه مقابلاني، كانت هنا جوده فعلا في الاولمبياد، كانت بتتمرن بس هي حقيقه كانت بتتمرن كويس، كنت انا بطمن عليها، كانت بتتمرن كويس. انت كنت هتواصل معاها في طوكيو على طول وكانت بتتمرن. والولاد برضه نفس الموضوع، والولاد برضه كنا بنتابع عشان كده عارفين مين اللي لعب ومين اللي ما لعبش. برافو عليكم، برافو عليكم يا كابتن. هنا كان في مروه الهضيبي، مريم هشام، مروه هشام ومريم هشام، في ساره عبد العزيز اللي هي ساره الحاكم، نادين الدولتلي. كنا عاملين التمرين على فترتين، كانوا بيتمرنوا فتره صباحيه وفتره مسائيه، وكمان يمكن النادي الكابتن اشرف والكابتن رؤوف كانوا موفر لنا ترينرز يتمرنوا مع اللعيبه، ثلاث اربع لاعبين. منين؟ بيلعبوا في انديه مختلفه، بس جايبينهم يتمرنوا معانا. ده كويس، زي الشادو في التايكوندو، انت جايب لعيب تتمرن معاه. بالظبط. حتى برضو وهو بيستفاد، هو بيستفاد طبعا انه بيتمرن مع النادي الاهلي. بالظبط، يعني فرقه السيارات على فكره فرقه تمرينها كويسه جدا، حتى لما بتيجي تقول للعيب انت هتتمرن مع بنت بيبقى صحيح. ايه بنت دي؟ لا، مع ان البنت يعني بيمشوا تمرين كويس جدا جدا. برضو من زي ما كابتن اشرف قال ان احنا ما بننسبش المكسب لحد طبعاً. معين لا، يعني يمكن حتى في مدربين زمان مثلا زي كابتن محمد عبد الحميد، اللعيبه بتاعته كنا لما بنيجي نحتاجها عشان نلعبوا ماتشات كان بيديها لنا، ما كانش بيتاخر خالص يعني. ما كانش بيتاخر. مدرب ال 18 ولاد. بناخد الولاد بنتمرن. ما هو نفس المستوى عالي، المستوى القريب من البنات بحيث انهم يحتكوا كويس. بالظبط كده. انا مش هلاعب البنات مع السيد لاشين، مش هلاعبهم مع عمر عصر، بس هلاعبهم من فريق 18. بالظبط. فريق 16 ولاد بيبقى نفس قريب السرعات قريبه. من ضمن الحاجات اللي هي كانت في مشكله في البطوله موضوع الكوره. يمكن الكوره كمان. الكوره ولا الترابيزه؟ لا، هي طبعا الطاوله. الطاوله ما فيهاش فيها مشكله. الطاوله في مشكله. الكوره احنا الكابتن اشرف احنا قالوا ان هيلعبوا البطوله على طاولات استاج والكور استاج. فالكابتن اشرف وفر لنا كور استاج وتمام. التمام، رحنا لقينا نوع الكوره اللي بنلعب بيها استاج، بس نوع مختلف. وزنها مختلف. وزنها واحده ميدن جيرماني وواحده ميدن تشاينا. في فرق في الصناعه. طبعا. فكان مشكله جامده جدا بقى. ففعلا كنا برضو كنا بناخد اللعيبه نتمرن، يعني مثلا ما عندناش، احنا كانت المجموعه بتاعتنا اربع فرق، فكنا بنستغل ان الرجال عندهم ماتش، فكنا نروح نتمرن في الوقت اللي لان الفرق البنات كانت قليله شويه. فعلا صعب مبدئيا. البطوله خلصت قبل. بالظبط. فرق الرجال كانت كتير، 16 فرق. 19 فرق. 19. فكنا بنستغل الفرق الرجال ان هم يلعبوا ماتشات واحنا نروح بقى نتمرن براحتنا، كانت الصاله بتبقى فاضيه. حلو. فكنا بنتمرن تمرين حتى تمرين كويسه. حتى كان الكابتن اشرف صبحي واخد الكور الكتيره معاه الميني بولز. كنا كان بيديكوا كور ولا لا؟ لا بصراحه ما استخدمهاش. احنا يعني الكابتن كان بيخلي عليها كده. يا كابتن خلي بالك، يعني كان بياخد الكور يخبيها ما اداش. هو الكابتن اشرف صبحي طماع في كل حاجه. خير يعني. خير طبعا. واخد الكابتن اشرف وفر له ست كور ولا مش عارف منين. لا ده انا بتكلم، هو خد ست كور. كابتن اشرف جاب ثلاث كور، فاكر انه معهوش كور خالص. انا ما معيش ولا كوره من الكور اللي المفروض بنلعب بيها الماتشات. فالكابتن اشرف فتح قال له خد ثلاث كور، فقلت له يا صبحي انت معاك ست كور؟ اديني ثلاثة. لا قال لي لا خد كورتين بس. هو قال الكابتن اشرف قال له خد ثلاث كور، يعني انا هو كده خلاص مالوش دعوه انت معاك يا مان. قلت له حافظ عليهم زي عينيك بالظبط. ده الكوره دي. قلت له يا اشرف انت معاك ستة وانا هيبقى معايا ثلاثة. يقول لي اصلي الولاد هيكسروا الكور، البنات مش هتكسر الكور. ايديهم ضعيفه بس في الاخر ادانا التلات كور بصراحه، وكان بيدينا الكور الكتير نتمرن بيها، يعني بصراحه كانوا واقفين معانا وقفه جامده يعني. صحيح صحيح.